مناسبة صلاح، ساعات بنسمع تعليقات من عينة هو صلاح مش هو صلاح لما بيكون مع المنتخب بقدر ما هو صلاح مع ليفربول. تعليق حضرتك ايه على طبيعي ده؟ يعني صلاح مع ليفربول فرقة جبارة، بطل دوري انجليزي وسنة الموسم الماضي وبينافس على بطولة اوروبا بقوة جدا، وكلهم نجوم محترفين عاليين المستوى جدا على الفرازة يعني. فبيجي طبعا يعني وهو بيلعب معاهم على طول، فدي نقطة مهمة، تجانس مهمة جدا. اما بيجي منتخب مصر كل العيون عليهم، بيبقى عليه مراقبة ثنائية وثلاثية يعني على محمد صلاح، وكذلك في مبارياته مع ليفربول. وانا شايف انه الضغط عليه في ماتش ليبيا كان مفيد، ان هو واحد زي مرموش ظهر، وهم يعني مسكوا صلاح وسابوا مرموش، مرموش عمل كل حاجه صحيح، اتحرك براحته جدا وجاب جون جميل واثبت نفسه من اول مباراه. فطبعا دي يعني طبيعي جدا ان صلاح ما يكونش، مش هقول هو مقصر ولا حاجه، استحاله ان هو يكون مقصر، هو كابتن الفريق وعارف قد ايه الناس متعلقه بوجوده في الملعب. فالتكتيك اللي بيتعمل في الملعب هو اللي بيخلي صلاح حركته صعبه شويه. طب دي فرصه للاخرين ان هم يجيدوا ويتالقوا ويهدفوا وكل حاجه. فطبعا يعني هي كذا حركه ذكيه جدا من كيروش انه حط صلاح وفاجئنا بمرموش يعني، فكانت يعني دي مفاجاه ساره، واللي اسعدتنا بهدف قاتل يعني ومهم جدا يعني، خرجنا من العقده اللي احنا كنا فيها او عنق الزجاج اللي كنا فيه. فطبعا يعني ما حدش يلوم صلاح، الراجل بيبذل اقصى مجهود، بس طبعا قدامه سدود وحواجز وتحديات يعني كله بيلعب على صلاح. الذكاء بقى ان احنا نخرج امكانيات الفريق في جبهات اخرى يعني.